انه ما يبرهن على يسوع المسيح قيامته من بين الاموات اقام نفسه من الموت مش بس تمم النبوات وهذا شيء مذهل لا يستطيع او تتم الا فقط بالله وحده ولكن القيامة تعتبر واحدة من أهم البراهين ورح بعدين أتكلم شوي عن الأدلة والبراهين إيه القيامة ولكن اسمح لي ان اقرا اية مكتوب فيسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك بطرس عم بكلم اليهود اللي صلبوا يسوع ولما امتلأوا من الروح القدس عم بكلمهم والتجمعات كبيرة يعني بتحكي مئات والاف من اليهود ويقول نحن شهود لذلك انهم راوا المسيح بعد القيامة ثم ظهورات يسوع المسيح وراح اتكلم عنها شوي ولكن ايضا الكتاب بعلم انه المسيح تبرهن بالايات والقوات اسمح لي ان اقرا بعض الايات مكتوب فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدا الرب التكلم به ثم تثبتت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته عبرانيين إصحاح 2 والآية 3 والآية أربعة في روميا 15 رسالة بولس الرسول إلى كنيسة روميا إصحاح 15 والآية 19 مكتوب بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله وصلت رسالة الإنجيل إلى كل أنحاء العالم ثم مكتوب في تسالونيك الأولى الإصحاح الأول والآية خمسة إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط لأن الكلام معلش ضريبة إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد في يوحنا 3 آية 33 مكتوب ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق يعني الله هو اللي ختم على دعوة وإرسالية وقيامة يسوع مصدق بختم إلهي فالمسيح أحبائي وعد التلاميذ آه أنه سيبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ثم وعد يسوع المسيح الأعمال التي أعملها التي أنا أعملها يعملها أيضا بل يعمل أعظم منها لأني ماض إلى أبي والوعد الثالث وعد أن يرسل الروح القدس وتم الثلاث وعود في حياة التلاميذ فإذا الرب يسوع ابتدى يبني كنيسته في يوم الخمسين عندما حل الروح القدس على التلاميذ ثم التلاميذ اظهروا ايات باسم الرب يسوع مثلا بطرس كان ظله بيشفي المرضى ويقيم الموتى بولس الرسول كانوا ياتون بالمناديل والمازر بس مجرد تلمس جسده كانت تشفي المرضى والارواح الشريره تخرج بقوه اسم الرب يسوع المسيح لانه الروح القدس صدق وشهد ومكث وسكن وملا التلاميذ حتى يقوموا باعمال يسوع المسيح وهذا ان دل على شيء بدل على مصداقيه الرب يسوع المسيح. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم أعمال اثنين أي اتنين وعشرين تعرف أحبائي بطرس برضو عم بيتكلم اليهود في يوم الخمسين في الإصحاح الثاني واليهود ورؤساء الكهنة والرؤساء اللي عم بيحضروا هم صلبوا يسوع وشافوا وأدركوا أن يسوع مات وضعوه في القبر لكن المسيح قام وقال التلاميذ نحن شهود لذلك وانه تبرهن يسوع امام عيونكم يعني لم يفعل شيء بالخفاء كان واضح كل الوضوح امام عيون الجميع انه صنع عجائب ايات في وسطكم ولم يستطع احد ان يدحض التلاميذ لانه كانوا بيتمتعوا بمصداقيه الهيه كانت معهم.